إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة نقل 24 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، فيما توفي 6 أشخاص آخرين على التو إثر حادثة سير شهدتها اليوم الجماعة القروية عامر نتيجة انقلاب شاحنة كانت تقل مجموعة من العمال الزراعيين يشتغلون في مناطق غابوية كانت وجهتهم بين التوزيت والدلالحة. وليداتي مرفعة قدامي وراسلي حدايا، وليدي الصغير داير في حجري، ملي الكاميون تقلب انا ما عقلتش راسي ضربت الراس تزاط ولدي في حجري ما عرفتو فين مشى. السرعة غادي مجهد عف طريق خاوية ما كاين لا حديد لا والو في جنبه غادي تتقلب بينا ما بقيتش عاقل. جايين لقينا واحد الفراج خرج فيه صافي هو يخرج في الكارما. أطفال أبرياء رفقة أمهاتهم العاملات كانوا أيضا من بين المصابين في هذا الحادث المروع. اللي سمعنا كاين 5 ديال الموتى في عين المكان، وحنا جاونا 24 ضحية. فهاد 24 كانت واحد السيدة توفات عند الوصول ديالها المستشفى، بقاو عندنا 23 منهم واحد ضحية اللي في حالة خطيرة، أما ال 22 ضحية الباقية فهم في حالة متوسطة بين كسور وردوخ في الجسد ديالهم. ما أن تجف دماء حادثة سير حتى تراق دماء جديدة، حادث ينضاف إلى سلسلة الحوادث التي تشهدها الطرق، والسبب مرة أخرى السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير، فمزيدا من الحذر.